كل تفاصيل البرنامج بتتعمل من العدة المميزة اللي متوصلة على الجاك رقم 01. العدة المميزة اللي محطوطة على الجاك 01 دي عدة البرنامج. ببدأ افتح البرنامج ازاي؟ الاول احنا عايزين نقول ان التلاتة خارجي وتمانية داخلي، دي الساعة الاساسية للسنترال. التمن جاكات دول هايبريد زي ما حضراتكم شايفين، احنا موصلين عدد مميزة وعدد عادية، ومنهم عدة يظهر رقم الطالب باناسونيك، وجايبينها بالتحديد عشان ننفذ عليها إظهار رقم الطالب على العدد العادية أي نوع سواء للخارجي أو للداخلي. بالنسبة للخارجي هبقى لازم أحط كارت إظهار رقم الطالب للخارجي، بالنسبة للداخلي مش محتاج أي حاجة أكتر من البرنامج. ودلوقتي هنبدأ نعمل البرنامج من العدة اللي هي عدة الأوبريتور اللي هي العدة 101. أول حاجة بعملها بدوس على مفتاح البروجرام، وبعدين نجمة مربع واحد اتنين تلاتة أربعة، بيبتدي يسألني عن خطوة البرنامج، عايز تلاتة ديجيت اللي هي رقم الخطوة. لو جربنا كده 000 دي خطوة الدام تايم سيت. مفتاح السبيكر بالنسبة لي دلوقتي هيمثل النكست، لو دوست كده عليه هيبان على الشاشة الانتري بتاعتي، طبعا 05، لا احنا في 16 2016.